العين البيضاء هي أراضي تقع بالقرب بابين فكين مستوطنتي كرمي إيل ومعون المقامتين على أراضي مساف اليطا في مطلع الثمانينات. هاي المستوطنتين في الفكر السياسي الذي يعمل عليه مجلس المستوطنات الذي هو بالجنوب أيضا يخدم مصالح المستوطنين هو التوسع الاستيطاني، ولكن تحت استراتيجية جديدة وهي بؤر استيطانية بتحت مسميات زراعية. اليوم ما يجري في العين البيضاء هو عملية تجريف لهذه الأراضي لصالح مشروع جديد استيطاني بحت تحت مدعى زراعي، ولكن هذا هو أحد العناوين التي ستكون بؤرة جديدة، كما هي سياسة الاحتلال سابقا في إن رأينا قبل أيام في منطقة بيرين أو تجمع بيرين أو قرية بيرين كان هناك نصب تذكاري لأحد المستوطنين الذي يعني قتل في مطلع 2008. كان النصب هو عبارة عن متر في متر من الأراضي على أحد التلال بموقع أن هذا ذكرى لهذا المستوطن. اليوم نحن نتكلم على دولم مربع نصب تذكاري، إذا غدا سيكون هو بؤرة استيطانية جديدة. هذه هي سياسة الاستيطان وسياسة الاحتلال بشكل عام، هي وضع النقاط هنا وهناك. هذا من اتجاه، ومن اتجاه أيضا سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على هذه المنشآت بحيث أنه يكون هناك أعداد المواقع أو إعداد المناطق وتأهيلها حتى تكون بؤر استيطانية جديدة تضاف إلى برنامج الاتحاد الدولي الذي يعمل عليه الاحتلال من جانبه، بحيث أن يكون هناك مساومة أخرى مع السياسة منظمة التحرير الفلسطيني بحيث أنه يكون حصر للأراضي حسب اتفاقية أوسلو. وهذه يعني نقف نحن الآن على هذه الأراضي نرى بعيوننا ما يجري بها، لذلك يعني يجب على الجميع الوقوف في أراضي العين البيضاء. أقيم عدة فعاليات الأوامر القانونية، تصادمنا أو تواجهنا مع الاحتلال لأنه يدعي هذه أراضي دولة معلن عنها عام 1981 بعد أنه فتح اعتراض للمواطنين، ولكن نعتبره لجهل المواطن في ذاك الزمان وما وقل درايتي بالأمور القانونية. سمح الاحتلال بوضع اليد عليها بشكل كامل، واليوم يعني المساعي القانونية ومساعي الاحتجاجات نتوقع أن سيكون هناك ردة فعل قريبة بإذن الله.